راجمة جهنم الإماراتية، تسمى أيضا جباريا، صناعة مشتركة بين الإمارات وتركيا في عام 2013. الوزن 105 طن، الطاقم 3، تحتوي 240 ماسورة إطلاق صواريخ يار 122 ملم أو 16 ماسورة إطلاق صواريخ 262 ملم و 300 ملم. السرعة القصوى 50 كيلومتر في الساعة. معدل الإطلاق 120 صاروخ في الدقيقة. المدى الأقصى لصواريخ 122 ملم يصل إلى 37 كيلومتر، والصواريخ الثقيلة يتراوح مداها من 120 إلى 290 كيلومتر. أنتجت نسخة أصغر منها تحتوي 8 مواسير إطلاق لصواريخ 300 ملم.